أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الاقتصادية. نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظم الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية المؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الأعمال بمشاركة حوالي 300 مشارك من داخل البحرين وخارجها، يشتركون في الاهتمام بتمكين المرأة والشباب اقتصاديا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يأتي احتضان مملكة البحرين للمؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي نظمه الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية بهدف تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من قصص النجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي والمتعلقة بتمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب. دخلنا منافسة لاستضافة المؤتمر في البحرين، فمن بين أكثر من دولة تقدمنا وكان لنا الفرصة أن نسوي، لكن تأخر بسبب الجائحة. واليوم إحنا نرحب ب 32 دولة مشاركة، منهم من منطقة آسيا ومنهم من العالم العربي أيضا. اليوم تمكين تدعم المرأة سواء كانت رائدة عمل أو موظفة في القطاع الخاص، ويتم دعمها عن طريق برامجنا المختلفة من خلال برنامج ريادات ومن خلال برامج الأخرى اللي نقدمها في دعم التوظيف ودعم التدريب وغيره من البرامج. المشاركة كانت جدا جميلة، كانت هناك في حضور من عديد من الدول اللي تمثل في الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال، واللي قدرنا نطلعهم على تجربة صندوق العمل تمكين. اليوم حققنا إنجاز كبير في خدمة المرأة وريادة الأعمال، وأيضا المتحدثين المتواجدين معنا هم كم من الشخصيات اللي لها وضعها الاجتماعي والاقتصادي في البلد، وإن شاء الله نقدر خلال هذا اليوم نحقق كثير من الإنجازات من أجل المرأة وريادة الأعمال. يهدف الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية إلى دعم البحرينيين في مجالات متنوعة كالتدريب والصناعات التقليدية والتأهيل والإعداد لسوق العمل من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني. أنا جينا من المغرب لنشارك في هذا المؤتمر طبعاً لسيدات الأعمال والمهن، لندعم الشباب في منصة كبيرة لتشاور وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال من آسيا من كل أنحاء العالم. لقد جئنا إلى هنا من الجانب الآخر من العالم، واستغرق الأمر منا ما يقارب 10 سنوات للوصول إلى هذا المؤتمر، وقد أحضرنا معنا 4 من شاباتنا من اتحاد صاحبات الأعمال والمهن، لأننا نؤمن بأنه يتعين عليهن الحصول على المعرفة حتى يتمكن من قيادة المستقبل. تستمر مملكة البحرين في دعم رواد الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا، مما يساهم في زيادة إمكانية السيدات في الوصول إلى موارد مالية ووظائف مناسبة مع تطوير مهاراتهم ومعرفتهم بالصناعات التي يعملن بها. يأتي المؤتمر الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ ليؤكد أن دعم المرأة وشباب الأعمال ليس مجرد هدف، بل هو مسار نحو مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً للمنطقة من خلال توظيف الإمكانيات بالشكل الصحيح وفتح أبواب التعاون الاقتصادي. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. حصدت مملكة البحرين المركز الثامن على المستوى العربي كأفضل وجهة للعمل عن بعد لعام 2023، والصادر عن مؤسسة نورد لير.
حيث يقيم المؤشر إمكانات 108 دول عبر أربعة معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية. فقد اعتمدت مملكة البحرين نظام العمل عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، وحققت نتائج متميزة، حيث زاولت 40 جهة في القطاع العام نظام العمل عن بعد، وامتازت بمرونة مؤسسية عالية مكنتها من تحقيق أداء ملحوظ طبقا للوظائف ونوعية المهام الموكلة إليها. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.